حمزه الهندا مدير التواصل والاعلام بمدرسه النصر الرياضي الفاسي. كنظن بانه دوريات بحال هادو مناسبات بحال هادو هنا في مقاطعه جنان الورد كيحيوا داك الجانب الرياضي وكذلك الجانب الروح الرياضيه والاخلاقيه هنا في مقاطعه جنان الورد. حضر قبل قليل رئيس مقاطعه جنان الورد السيد رضا عسل اللي تعين جديد واللي كنشكره بزاف على الحضور ديالو، وكذلك السي رشيد الفايق البرلماني ورئيس جماعه ولاد الطيب. فكنظن هاد الدوريات هادو حنا متعطشين ليهم بزاف، متعطشين نشوفوا قدماء اللاعبين، متعطشين نشوفوا هاد المناسبات الرياضيه والكرويه اللي كتحيي فينا ذاك الروح الروح الرياضيه وكذلك الروح الوطنيه بمناسبه احتفال بالذكرى 46. فكنظن بانه كنشكر بزاف كل الساهرين على هاد الدوري هذا، كنشكر مدرسه النصر الرياضي الفاسي جزيل الشكر في جميع لا مؤطرين ولا منظمين ولا كذلك اداره تقنيه ولا رئيس الشيخ خالد الزومي على التنظيم المحكم وعلى هاد الدوري الجميل، وكذلك جمعيه التعاون الرياضي الثقافي والبيئي برئاسه السي عمر الفلالي. اليوم كنحضروا بصفتنا كنائب جهه فاس مكناس لدعم جمعيه التعاون الرياضي البيئي في كره القدم، وكنظنوا بان المشاركه ديال هاد الفروق بهاد المناطق جنان الورد كنموذج هو دعم لجميع الاعمال الشبابيه والرياضيه، وكنتمنوا من الله باش تكثر مثل هاد الاعمال هذه اللي ربما هي المحفز مجموعه ديال الشباب عوض تعاطي المخدرات تعاطي كره القدم والرياضه بامتياز. كان هناك حضور وازن لمجموعه ديال المواطنين من الساكنه، هناك فرق تتبارى ونتمنى ان تستمر المباراه في احسن الاحوال وشكرا. عمر تصرفي لي رئيس جمعيه التعاون الرياضي الثقافي والبيئي. اليوم عشنا هذي اليومين عرس رياضي بهيج على الصعيد الوطني بضيوف كبار وفرق لهم شان وباع في الكرة الوطنية. استقبلنا فريق أصدقاء الراوي من مدينة الرباط وفريق النصر الرياضي البيضاوي من مدينة الدار البيضاء وفريق مديرية الضرائب الجديدة سيدي من النور. كان احتفال بهيج، تنشكروا كل من ساند ووقف بجانب جمعية التعاون الرياضي الثقافي بكل الداعمين. تنشكروا الأخ فيصل على صدر الترحيب، تنشكروا الاخ جواد قناوي على الدعم ديالو ووقوف ديالو بجنبنا، تنشكروا السيد البرلماني رشيد الفايق رئيس جماعه ولاد الطيب على الدعم ديالو والوقوف ديالو في جانبنا والمتواصل معنا. كذلك نشكروا الاخت ناديه البحيح. ناديه البحيح، انا جد سعيده اليوم بالتواجد ديالي بدعوه كريمه من جمعيه التعاون والثقافي والبيئي والرياضي بصفتي رئيسه لجنه المراه والشباب والرياضه بجهه فاس مكناس في فعاليه دوري رياضي المنظم من طرف الجمعيه، ونتمنى له التوفيق والسداد والاستمراريه وندعم كل المبادرات الجاده والله ولي التوفيق. وكان حضور متميز للنائب البرلماني رشيد الفايق ورئيس مقاطعه جنان الورد رضا عسل والنائب رئيس الجهه جواد القناوي. نحن في سال علوي مدغري فاعله جمعويه عضو التعاون الثقافي الرياضي والبيئي. اليوم كنا في احتفال اللي هو عرس رياضي عرف مجموعه ديال الفرق الرياضيه على الصعيد الوطني اللي شرفات هذه المدينه وبهجاته، يعني في جو حماسي داخل الملاعب وكذلك يعني في هاد القاعه ديال السيلبار اللي كنشكروه من هنا على حفاوه الاستقبال ديالنا والتنظيم الرائع اللي كان. تنشكروا كل الفعاليات اللي ساندت الجمعيه ديالنا وعطات يعني من وقتها وجات حضرت معنا. وما نساوش كذلك الشكر الجزيل للسيد البرلماني رشيد الفايق على الدعم ديالو المتواصل دائما لجمعيه التعاون الثقافي الرياضي والبيئي، وكذلك رئيس مقاطعه جنان الورد والسيد جواد القناوي، يعني دائما كانوا مساندينا طيله هذا الاسبوع، وهذا شرف لمدينه فاس انها تحتضن مثل هذا الدوري الكبير الوطني، يعني داز في المستوى الرائع. وما نساوش دائما المراه الجمعويه اللي كتشارك كذلك في المحافل الرياضيه. بن رزوق جعفر رئيس جمعيه قدماء تماره، جينا يعني بشراكه مع قدماء الجيش الملكي
تلبية للدعوة ديال الإخوان ديال فاس اللي كنشكرهم على حسن الضيافة وعلى الكرم ديالهم، وهذا ماشي شي حاجة اللي غريبة عليهم، يعني هادشي معروف على الناس ديال فاس. بهذه المناسبة لتحياة ديال المسيرة الخضراء كنتمناو لصاحب جلالة طول العمر والأسرة الملكية. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.